أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، كما عودناكم نستضيف نخبة النخبة من أبناء هذا الوطن العزيز. وضيف حلقتي لهذا اليوم من شركة أمين أبو عامر وإخوانه الأستاذ ورجل الأعمال الأستاذ أمين أبو عامر. بداية أستاذ أمين، يسعد صباحك. يسعد صباحك أستاذ أمين. ممكن أعرف السادة المشاهدين أكثر من هو الأستاذ أمين وبداية سيرة حياتك المهنية والعملية؟ طبعا بداية سيرتنا احنا المهنية كانت هي في مجال الحديد وخدمة المزارع، بعدين طورنا ل او يعني مجال المقاولات والعزل. جميل. من تقريبا فترة 3 سنوات تقريبا احنا في مجال العزل. ما شاء الله عليكم. الآن لو تحدثنا أكثر عن متى تم إنشاء شركة أمين أبو عامر وإخوانه وما هي فكرة الإنشاء؟ والله هي فكرة الإنشاء أجت من حبي للبناء والمقاولات بشكل عام. يعني بلشنا احنا الشغل والإنشاء تقريبا في من 3 سنوات يعني بالضبط. جميل. ما شاء الله عليكم. الآن لو تحدثنا أستاذ أمين عن ما هي الخدمات، ما هي المميزات التي تقدم شركة أمين أبو عامر وإخوانه؟ الخدمات عندنا خدمة العزل المائي وخدمة العزل الحراري، وخدمات طبعا بنقدمها احنا لأي حدا يعني بيستشيرنا في عنده مشاكل في عملية رطوبة كذا. يعني هي بتقتصر عملية المائي والحراري، العزل المائي والحراري. طيب جميل، لو تحدثنا الآن ما هو الفرق بين خدمات العزل المائي والحراري؟ هل هنالك فروقات بين في فرق؟ طبعا في فرق. العزل المائي بيختلف اختلاف كلي هو عن العزل الحراري، وبنفس الوقت هم مربوطين ببعض. جميل. يعني العزل المائي هو بتعلق في عملية الرطوبة اللي بتفوت على البيت وتتعلق في المي، في أمور الماء. العزل الحراري بتعلق في عملية العزل لعملية البرودة والحرارة، كيف أنت تحافظ على حرارة البيت تكون ما يتم يعني زي ما تحكي الحفاظ على حرارة داخل البيت. ما شاء الله عليكم. الآن لو تحدثنا عن أكثر، ما هي أكثر العطاءات والمشاريع التي تم تنفيذها؟ العطاءات نفذنا احنا عدة منازل وفلال في مناطق متفرقة يعني في الأردن بشكل جميل. عام نفذنا مشروع أو شاركنا في مشروع مطار ماركا. جميل. ما شاء الله عليكم. في عزل مائي شاركنا في عطاء سلطة المياه في إربد والمفرق. ما شاء الله عليكم. نتمنى لكم أكثر وأكثر تقدم والعطاءات أستاذ أمين. أستاذ أمين، الآن لو تجهنا إلى اتجاه كل إنسان له طموح، له نظرة مستقبلية، ما هي نظرتك المستقبلية لشركة أمين أبو عامر وإخوانه؟ والله إحنا نظرتنا إن شاء الله أنه نتوسع في مجال العزل بشكل أكبر، يعني ناحية الأفرع، من ناحية المنتجات العزل يعني نتوسع فيها. جميل. ما شاء الله عليكم. وعبر منبر قناة جسات أستاذ أمين، نتمنى لك التقدم والازدهار أكثر وأكثر. أستاذ أمين، الآن لو اتجهنا إلى اتجاه آخر، برضو كل إنسان طموح، مثل ما له طموح يتوسع أكثر أكثر، برضو هناك مشاكل وتحديات معوقات، ما هي المشاكل وتحديات الموقعات اللي واجهتكم بشركة أمين أبو عامر وإخوانه؟ والله هي المشاكل بشكل عام اللي في مجال العزل المائي والحراري. يعني خلينا نحكي، الناس ما عندها إدراك أو معرفة لأهمية العزل في مراحل البناء. صحيح. يعني في ناس بجوز بيواجه بعد ما يواجه المشاكل عنده بصير يتعمق ويعرف شو هو العزل. صحيح صحيح. يعني عملية إدراك أهمية العزل وعملية يعني الاعتناء الاعتناء في موضوع العزل بالنسبة للناس في مراحل بداية البناء هي أهم نقطة ممكن يعني للواحد لازم يكون في ثقافة عند الناس في موضوع العزل، بحيث يعني في عندك أنت بعض دول حالياً
صار عندهم عملية العزل في مراحل البناء هي من الأشياء الإلزامية. بنفس الوقت أنت عندك عملية العزل الحراري من الأشياء اللي بتخفض فيها أنت فيما بعد ما تخلص البناء، تخفض فيها تكاليف الطاقة عندك في البيت. صحيح. عرفت كيف؟ عزل المائي عندك أنت بتخفف فيها عملية الصيانة فيما بعد ما أنت تسكن البيت، بصير في عندك أنت كل أعمال الصيانة في البيت بتخف من ناحية الرطوبة، الدهان، الشغلات هاي. هاي الشغلات الناس بتصحى لها بعد ما بتخلص بناء. ليس هنالك أي وعي في الموضوع. لا لا. نهائيا. نعم. أرجو أن رسالتك توصل لجميع المشاهدين عبر منبر قناة جلسات الأستاذ أمين. أستاذ أمين، نحن نشكرك لضيافتك الحلوة لنا، وفي نهاية اللقاء لو توجهنا إلى اتجاه آخر بعيدا عن الشركة، إحنا شايفين الأردن حديقة داخل حريقة، أوضاع الدول حولنا أوضاع دول ملتهبة، ماذا تعني لك نعمة الأمن والأمان؟ والله هي أكبر نعمة على الإنسان، يعني نعمة الأمن والأمان هي أهم نعمة، والحمد لله إحنا يعني بفضل جلالة سيدنا وجهودهم يعني هي أكبر نعمة الواحد ممكن يشكر ربه عليها، نعمة الأمن والأمان. صحيح صحيح، نحمد الله عز وجل، الله يديمها علينا من نعمة يا رب العالمين. أستاذ أمين، الآن اتجهنا إلى اتجاه آخر، في النهاية لو حالفك الحظ قبل جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني أبا الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا تود أن تقول له؟ أنا بتوجه له والله صراحة بالشكر لدعمه للقطاع الخاص، وأشكره يعني على الجهود اللي بتقدمها لنا الحكومة، وأشكره بشكل خاص يعني. ونحن نشكر عبر منبر قناة جلسات، أتمنى أن يشاهدنا جلالة سيدنا، ونحن نقول له تقدم يا أبو الحسين ونحن جنود من خلفك. وفي نهاية اللقاء الجميل معك أستاذ أمين، أنا بشكرك لضيافتك الحلوة اللي عندنا في المكتب لك. ممكن أعرف السادة المشاهدين في نهاية اللقاء عن موقع شركة أمين أبو عامر وإخوانه، أرقام الهواتف للتواصل. إحنا موقعنا في أبو علندة خلف شركة مرسيدس. جميل. أرقامنا 079-532-3830. جميل جميل، سوف تظهر أرقام عن زميلنا مدير التصوير أستاذ عبد الله على الشاشة. وفي النهاية أنا بشكرك أستاذ أمين على لقائك الجميل معنا، وصيافتك حلوة عبر منبر قناة جوسات. كل الشكر لك.